كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم اعتماد 8 رخص ذهبية، وسيتم بصورة أسبوعية العرض على مجلس الوزراء لدعم الصناعة المصرية. وأضاف مدبولي أن الأزمة العالمية كشفت ضرورة الاعتماد شبه الكامل على الصناعة المحلية. كل ده بيأتي في إطار النهاردة يعني تصارع خطى الدولة لتشجيع ودعم الصناعة. يمكن كان في اجتماع يعني من أيام قليلة جدا مع معالي وزير الصناعة، وهو بيعرض عليا ملامح استراتيجية تنمية الصناعة المصرية، وطبعا مضاعفة الصادرات المصرية في قطاع الصناعة على الأخص، وبنتكلم على حجم كبير جدا من العمل والخطوات اللي الدولة المصرية النهاردة بتعملها. احنا فعلنا موضوع الرخصة الذهبية، ومنذ يعني الأسبوع ده اعتمدنا أول يعني كنا اعتمدنا قبل كده رخصة واحدة، لكن مرة واحدة اعتمدنا في الاجتماع السابق 8 رخص، وهيبقى تقريبا بصورة أسبوعية في عرض على مجلس الوزراء للإسراع بإصدار التراخيص اللي هي والمشاريع اللي تتمتع بمنظومة الرخصة الذهبية. وكل ده هدفه هو دعم الصناعة المصرية والإسراع بتوطين وتعميق الصناعة المصرية في خلال المرحلة القادمة، لأن الأزمة العالمية اللي موجودة النهاردة بتعلمنا إن إحنا ضروري جدا يعني حتى مع إن شاء الله هذه الأزمة هتنتهي سواء طالت أو قصرت، إن إحنا لازم يكون هناك اعتماد شبه كامل ذاتيا على تصنيع وصيانة وتجديد المعدات بتاعتنا علشان نقدر إن إحنا نواكب عملية التنمية المتسارعة اللي بتتحرك فيها مصر إن شاء الله.